بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اليوم 22 من شهر طوبى المبارك، أحسن الله انقضاء وعده علينا وعليكم، ونحن فدوة منان مغفورين الخطايا والأثام من قبل مراحم الرب يا أبا وأخواتي أمين. فمثل هذا اليوم من سنة 72 للشهداء 356 ميلادية، تنيح القديس العظيم الأنبا أنطونيوس كوكب البرية وأب جميع الرهبان. ولد هذا القديس سنة 251 ميلادية في بلدة قمن العروس من أبوين غنيين محبين للفقراء، فربيا في مخافة الله. مات والده فوقف أمام الجثمان يتأمل زوال العالم، والتهب قلبه نحو الأبدية وقال: أين همتك وعزيمتك العظيمة وجمعك للمال؟ إني أرى الجميع قد بطل وتركته. إن كنت قد خرجت أنت بغير اختيارك فلا أعجبن من ذلك، بل أعجب أنا من نفسي إن عملت كعملك. كان يتأمل في أعمال الآباء الرسل وكيف تركوا كل شيء وتبعوا المخلص، كيف كان الناس يبيعون أملاكهم ويأتون بأثمانها ويضعونها عند أقدام الرسل لتوزيعها على المحتاجين. وفي ذات يوم دخل إلى الكنيسة كعادته فسمع الإنجيل يقول: إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبيع كل ما لك واعطه للفقراء فيكون لك كنز في السماء، تعال واتبعني. فكان لهذه الآية وقعها العميق في قلبه، فمضى وباع كل ما يملك وأبقى لأخته نصيبها وأودعها في بيت للعذارة، ووزع ما خصه على الفقراء والكنائس. ثم خرج من القرية وسكن في كوخ صغير بجوار النيل، كان يتردد على النساك المجاورين يتعلم من كل واحد الفضيلة التي اشتهر بها. وبعد مدة عبر النيل وسكن في مقبرة فرعونية قديمة بجوار جميزة على الشاطئ الشرقي للنيل، سمي المكان فيما بعد دير الجميزة أو دير بسبير، وهو الآن دير الميمون. وهناك لاقى حروبا شديدة من الشياطين، منها أنهم ضربوه ضربا شديدا حتى فقد النطق، فحمله أصدقائه إلى الكنيسة حتى تماثل للشفاء، ثم رجع إلى مكان عبادته. توغل بعد ذلك في الصحراء الشرقية إلى أن وجد عين ماء فسكن بجوارها في مغارة، وداوم على الصوم والعبادة ومقاومة حروب الشياطين، وكان الله يساعده لينتصر عليها. واستمر القديس على هذا الحال 20 سنة، اجتمع حوله أناس كثيرون ليتتلمذوا على يديه، وآخرون يطلبون الشفاء من أمراضهم. فخرج إليهم القديس واستفادوا كثيرا من إرشاداته، وصنع الله على يديه آيات وأشفية كثيرة، تتلمذ له كثيرون، وسكنوا في مغارات كثيرة حول مغارته، وصار أبا ومرشدا لهم. وبذلك أسس أول نظام رهباني في العالم كله، حتى دعي بحق أنطونيوس أب الرهبان. نزل إلى الإسكندرية مرتين، الأولى سنة 311 أثناء اضطهاد ماكسيميانوس قيصر ليشجع المؤمنين على الثبات في الإيمان، وكان يزور المسجونين ويقوي عزائمهم. والثانية سنة 355 ميلادية ليدافع عن الإيمان القويم ويقف إلى جوار البابا القديس أثناسيوس الرسولي ضد الأريوسيين. كان يحترمه الملوك ويكرمه كل الناس. ذهب إليه في إحدى المرات بعض الفلاسفة يناقشونه، فانذهلوا من علمه وذكائه الفطري. ولما بلغت أخبار قداسته إلى الإمبراطور قسطنطين، كتب له رسالة مظهرا شوقه العظيم لرؤيته، وطالبا الصلاة من أجله ومن أجل المملكة. فرد عليه القديس برسالة باركه فيها طالبا السلام للمملكة وللكنيسة، وأوصاه فيها بما فيه خلاص نفسه ونجاح مملكته. ولما دنت نياحة القديس الأنبابولة أول السواح، مضى إليه الأنبا أنطونيوس بتدبير إلهي وكفنه، ثم صلى عليه ودفنه. زاره القديس مكاريوس فألبسه زي الرهبنة، ثم رجع إلى برية شهيد
وأسس الرهبنة فيها. وفي أواخر أيام الأنبا أنطونيوس كان له تلاميذ كثيرون في مناطق مختلفة من مصر، مثل شهيت ونتريا وجبل النقلون بالفيوم. كان يفتقدهم أحيانا، إما بنفسه أو برسائله، وله 20 رسالة بهذا الصدد. ولما أكمل جهاده الصالح جمع أولاده وأوصاهم بالثبات في الجهاد الرهباني، كما أوصاهم أن يعطوا عكازه للقديس مكاريوس والفروة للقديس أثناسيوس الرسولي وثوب الجلد الخاص به للقديس سرابيون تلميذه، كما أوصاهم بإخفاء جسده بعد نياحته. ثم رقد على الأرض وفاضت روحه في يدي الرب الذي أحبه وهو بشيخوخة حسنة، ومضى إلى محل النياح الأبدي. وكان عمره عند نياحته 105 سنين. بركة صلواته فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا أمين.